ده فريق طبعا المريخ، وتاني انا بشيد بفريق المريخ لان هو فريق كان عنده القدره على تدوير الكره وتهديد مرمى الزمالك. الهجمه دي في اول 10 دقائق وفي اخرها هقف على كادر يوضح لك الدنيا ماشيه ازاي في الزمالك دفاعيا. هنا الكره بدات تتنقل ناحيه الشمال، بص لعيبه الزمالك الوقفه نفسها كتره بلا هدف، فالكره هتتنقل من واحد للتاني، الراجل هيوصل لحد الخط هيلعب الكره العرضيه ثانيه واحده بقى، بص الراجل على خط السته محدش قال له انت رايح فين، رغم ان انت في الثلاثه اربعه ثلاثه بتلعب بتلات قلوب وظاهرين وينج باك بيرجعوا الكومباكت اللي احنا كنا بنشرحه، فانت مش موجود، انت مش موجود. ماشي بقى الصوره اللي بعديها، اول تسع دقائق فانت مش متهم، فانت مش متهم بالاجهاد، انت مش حاطط اي شيء، ده انت قمه تركيزك اول 10 دقائق. لا انا عايز ارجع الكادر اللي فات ده، معلش ومش مشتت، انت لسه التعليمات في دماغك. التفصيله كلها في ايه يا ابراهيم؟ بص على عواد وبص على عبد الغني، هو انتوا ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده هنا ازاي؟ انتوا بتعملوا ايه؟ الراجل ده وصل لحد هنا ازاي؟ ماشي بقى الحالات كلها، لان طول المباراه بص بص الجبل اللي في نص الملعب سيف لوحده تماما، زيزو واقف على الخط ماشي بقى. لا وفي الشوط الثاني انا كنت بلاقي الراجل بيستلم على دايره نص الملعب براحته، مفيش خالص يعني. بص بص هنا الدقيقه 38، بص الراجل وصل لحد فين؟ نقل الكوره انت يعني، بص دخل لحد جوه منطقه الجزاء. والهجمه دي بادئه منين؟ الهجمه دي بادئه فلات من قدام خط الوسط، يعني ما فيهاش اي مباغته. في الشوط الثاني اللي انت بتتكلم عليه، بص بص أيوة المساحه، ايوه هي دي، بص المساحه قد ايه، مساحه غير طبيعيه. الراجل استلم وراح على عبد الشافي واحد على واحد ووصل لحد منطقه الجزاء وسدد في الدقيقه بتاعت عواد وشالها. هنا بقى بص ضعف الرقابه، بص الراجل في ظهر في حضن عمر جابر، عمر مش هياخد الخطوه، انا مش عايزك تخطفها، ضايقه. بص الراجل عمل ايه؟ عمل لعبه اكروباتيه جميله جدا، دخلت فريقه اكتر في المباراه. وفي دي اخر حاجه في دقيقه 90، بص يا ابراهيم ثانيه واحده بس، هنا نرجع ثانيه واحده، بص هنا الاثنين اللي على رؤى المساحات واسعه جدا، مساحات واسعه جدا، فبالتالي الراجل استلم في الدقيقه 92 وسد التسديده خطيره جدا. احنا جايبين هجمات متفرقه من اول من الدقيقه 8 للدقيقه 92. فماذا فقد الزمالك من الموسم الماضي للموسم الحالي؟ اللي فقده اللي احنا شرحناه في اول فيديو ده.